قائمة لاءات قديمة لوحوا بها ضد الرئيس السوري بشار الأسد خلصت إلى منع العلاقات والتوقف عن أي خطة للمشاركة في الإعمار والإبقاء على العقوبات، وها هي ذات الدول التي قدمت هذه القائمة تراجع موقفها. فما الذي اضطرها إلى موقفها الجديد؟ وهل تعرضت لضغوط عربية؟ الوثيقة الأوروبية التي تسربت لعدد من وسائل الإعلام حول الرئيس السوري بشار الأسد أطرافها 7 دول أوروبية مؤثرة في الاتحاد، وتسعى الدول التي وقع ممثلوها على الوثيقة إلى صياغة معادلة جديدة للتعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد. هذه المعادلة تقتضي مراجعة قائمة اللاءات القديمة التي جعلت أمل الإصلاح في الداخل السوري أو التعامل مع مستحيل في ظل وجود نظام الأسد. الوثيقة الأوروبية تعتبر أن بقاء الرئيس السوري بنظامه طيلة أكثر من 13 عاماً مضت إنما يجدد التأكيد على أن ذلك النظام بات أمراً واقعاً، وينبغي التعامل مع أي حلول لشأن سوريا في ظل وجوده. وترتكز الوثيقة الأوروبية التي تدعو إلى مراجعة موقف دول الاتحاد من الأسد إلى أن الأطراف العربية المؤثرة ذاتها بدأت تراجع موقفها من ذلك النظام، بل ودخلت حيز التعامل دبلوماسيا معه، برغم أن بعض هذه الأطراف كانت تعتبر إعادة العلاقات مع نظام الأسد من مستحيلات سياساتها الخارجية المحرمة، وهي ذاتها التي دعت من قبل إلى رحيل النظام والتي ما لبثت إلى أن أعادت العلاقات معه. المواقعون على الوثيقة الأوروبية يرون أنه ليس ثمة اعتبار لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2017 بشأن تحريم أي تقارب محتمل مع دمشق، خصوصا مع ما فرضته الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس حقيقة التعامل الأوروبي مع دمشق أوضاعا مغايرة لتلك التي يتم الاتفاق عليها وإعلانها، فعلى الرغم من قيام بعض الدول الأوروبية باستدعاء سفرائها في سوريا عقب أحداث 2011 إلا أن تلك الدول قد حافظ بعضها على مستوى من التمثيل الدبلوماسي بأية صورة، كما أن بعض دول الاتحاد وأبرزها رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص والتشيك والمجر لازالت سفارتها في دمشق تعمل بكامل أطقمها. ويرى الداعون إلى مراجعة موقف الاتحاد الأوروبي من النظام السوري أن ثمة مواجهات داخلية في سوريا لازالت مسيطرة عليها منذ ما يقارب 14 عاما، وأن طرفا أصيلا في تلك المواجهات وهو النظام السوري الذي لم تفلح معه آليات التغيير سواء بالإجراءات السليمة أو القوة. ومن ثم فإن ذلك النظام ينبغي اختبار مدى قدرته على احتواء الأوضاع بما يضمن وقف تلك المواجهات.